الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، هل يجوز شراء السلع التموينية لفقير من الفقراء من باب الزكاة؟ شوف، صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المفروض تطلع الزكاة الفقير تسلمها له يدا بيد، والفقير بقى فقير ده يشتري بقى سلع، وحر يشتري بيها ملابس لأولاده، هو حر يدي لأولاده فلوس عشان فلوس الدروس ومصاريف المدارس، هو حر يفعل فيها ما يشاء. خلاص، يبقى ما ينفعش انك تروح تشتري له سلع تموني بأي حال من الأحوال. طيب، افترضنا ان الفقير ده سفيه، عزكم الله، سفيه، ممكن اديله 1000 جنيه زكاة مال، 1000 جنيه يفرتكها في اسبوع يشرب سجاير او يفرتكها على اصحابه او على اولاده بدون عقل، وتلاقي ال1000 جنيه خلص منه في 2 3 يومين. الفقير ده سفيه، ما بيعرفش يتصرف الفلوس، بيشرب بقى عزكم الله، يروح يجيب لاولاده اللي هم عايزينه في 2 3 يومين، وباقي الشهر اولاده مش لاقيين ياكلوا ويشربوا. في الحاله دي بقى، في الحاله دي لو الفقير ده سفيه، اشوف الفقير ده مستلزماته ايه، مستلزماته ايه، انت يا فلان يا عم فلان ايه اللي ناقصك؟ والله ناقصني كذا وكذا 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 وكذا، خلاص اروح انا اشتريهم له او اروح انا اجيبهم له. بس ده امتى؟ عايز بقى عايز ملابس، حاضر اجيب لك ملابس، عايز سلاح تموني، حاضر اجيب لك سلاح تموني، ما دفعتش فلوس الايجار، حاضر راح ادفع لك فلوس الايجار. الكلام ده يحصل امتى بقى؟ لو الفقير ده سفيه، ما لا يحسن التصرف، هيفرتك ال1000 جنيه في 2 3 يومين، او ال1000 جنيه ده ياخد يشرب مخدرات ويسيب عياله جعانين كده في الشارع مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا. في الحاله دي ينفع؟ اه ينفع، روح له بقى وشوفه عايز ايه، وبالفلوس دي بتاع الزكاه اشتري له عايز. لكن الاصل انك انت تسلمها له فلوس، هو بقى يشتري يجيب يدفع دروس ماشي، يجيب اللي هو عايزه ماشي. لكن لو كان الفقير ده سفيه ولا يحسن التصرف، ولا يحسن التصرف، خلاص يبقى انت على حسب، يبقى الاصل انك انت تديله مال وهو بيعمل اللي هو عايزه. سفيه خلاص، لا سفيه مش هينفع تديله الفلوس، شوفه عايز ايه واشتري بقى اللي هو عايزه، سلعه تمونيه ماشي، هيدفع دروس فلوس دروس ماشي، هيدفع إيجار ماشي، إلى غير ذلك. والله أعلى وأعلم.